تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسعيدة من حجز كمية من المخدرات الكيف المعالج. العملية تمت أثناء قيام أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسعيدة بدورية مع وضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 أثناء تواجدهم بمقرية بوراشد بلدية سيد حمد. تم توقيف سيارة سياحية قادمة من ولاية بشار متوجهة إلى ولاية وهران. أثناء مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيش سائقها تفتيشا جسديا تم العثور بحوزته على 10 كبسولات من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين 300 ملغرام. وعند تفحص هيكل السيارة وتفتيشها بالاستعانة بالثنائي السينو تقني المتخصص بالكشف عن المخدرات تم العثور على 11 كيلو و 800 غرام من المخدرات على شكل رزم مغلفة بشريط بلاستيكي مخبأة بإحكام داخل واقي الصدمات الخلفي للسيارة. على إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر المصلحة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة لقيامه بجنحة الحيازة والنقل قصد البيع والتخزين للمخدرات كيف معالج والمؤثرات العقلية باستعمال وسيلة النقل بطريقة غير شرعية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.